صباح الخير. بتتغير عهود وأزمنة، بتسقط أنظمة وبتولد ثورات وبتبقى مصر أم الدنيا. زيارة وزير الخارجية المصري للبنان كسرت حلقة جمود الاستحقاق الرئاسي وأعادت فتح الجدال العقيم حول شخص ومواصفات الرئيس. فالساحة اللبنانية المرتبطة برزنامة الإقليم الملتهب عم بتدور بحلقة مفرغة، زيارات استطلاعية من أرض الفراعنة، مبادرات فرنسية ذهبت مع الريح، والبلد بعد واقع بالفراغ. وبين السلاح والتعطيل والتصعيد على منبر الهزائم، العقدة هي هي. بأول تقرير لنا لليوم رح نبتعد عن السياسة ورح نروح بمشوار بين التماثيل والمنحوتات والأشكال الهندسية، وتحديداً إلى بلدة جدبرة بقضاء البتون. 40 سنة قدر من خلالهم الفنان والنحات بولس ريشا أنه يطوع الحديد ويحوله إلى تحف فنية. أكثر من 400 قطعة فنية موجودة بمحترفه الصغير، ورح نتعرف عليها بهالتقرير مع زميلنا خالد أبو شقرة. بالنسبة إلنا قد تكون هالتماثيل والأشكال الهندسية مجرد قطع فنية مميزة قد نفهم بعضها ونجهل بعض الآخر، أما بالنسبة لمبتكرة الفنان بولس ريشا فهي مثلها مثل ولاده، لكل وحدة منا قصة وورا كل قصة مغزى. بخطى أرهقتها لسنين بينزل ريشا على محترفه الصغير بأجدبرة قضاء البترون، بيتفقدوا ولاده، بيجول عليهم بنظرات كلها حب، بيحاول جاهدا التقاط بعضها، بيمسح الغبار عنا وبيغوص بالشرح عن تفاصيلها. بالانتخابات بقى جيناية بعد ضيعة يحملوها على كتافهم، هوني داعس على مخ الزلمة ورافعين ايدي بالطالع، هذا سلم الجهل، هذا وحدة لبنان، مسيحيين ومسلمين. من محل الحدادي بوسط البترون بسبعينات القرن الماضي، أبصر بولس ريشا حلم الفن والموهبة اللي كان بيمتلكها بالفطرة، طوعها بساعات وساعات من الجهد والعمل الدؤوب لإرضاء ملكة الفن اللي كانت ترفض أنه تفارق خياله وإحساسه مهما قست الحياة وتعقدت الظروف. لما صار عندي أكسجين وصار عندي كهرباء صرت أحلم أنه أنا بدي ضل اشتغل حداد، لا انا موهوب، الله عطيني موهبه انه اشتغل بالفن. قمت عملت وجهت بالمحل كبيره، حطيت فيه حجار طبيعيه وحجار قديمه وحجار جديده، وعملت تصوينه طويله عريضه وكتبت عليها كاليري بيكاسو. من جاليري بيكاسو بدأ المشوار الطويل بفن ما كان موجود أو حتى معروف بلبنان وعالمنا العربي. استطاع بولس ريشا تجسيد أفكاره ومكنونات ذاته، أحلامه ومشاهده، وتحويلها بحلاوتها ومرارتها إلى أشكال حديدية قلبة ثيلة. مش شايفة هيك، يعني كل شغلة بده يجرب يعملها مثل تمثال. إذا شايف عمد شجرة موديله حلو بده يجي يعمله تمثال بشجرة، حجر عجبه موديله بده يجي يزبطه ويعمله تمثيل، حديدة كيف ما كانت بجيبها بيزبطها من هون بيعملها من هون، لك هي بتطلع حلوة، هي بتطلع حلوة.
بولس ريشا ما كان يوقف عند حدود، فلا الإطراء أصابه بالغرور ولا النقد أحبطه، فكان مع السنين يدخل على هالفن أشكال وأشكال وطرق جديدة حتى تحول لمدرسة بالفن الحديث أصبحت نموذجية ورائدة. أكيد كنت ضحي، كنت أشتغل بالليل أرسم التماثيل اللي بدي أعملها، وبالنهار أشتغل بحديدة كان معي شغيل اثنين، بس أول مرة علي حي كلها كنت أشتغل فيها. هذا كله حديد، كله حديد. تاني مرحلة اشتغلت بها بالقطع السيارات، قلت بدي جرب اعمل شيء من لا شيء، واستعملت فيها بحث البحر نجح. الفن اللي أعطاه بولس ريشة من نور عيونه ما أعطاه بالمقابل إلا القليل، قد يكون أشبع غليله فجر ما بداخله من مشاعر، لكن مثله مثل كل الفنون مردوده ماديا ومعنويا عليه كان قليل. لك هو الفن عموما في غبن، هلأ هذا النوع من الفن في غبن إضافي، لأنه الفن اللي بيعمله بولس ريشة اللي هو عمي هو فن طبيعة فريدة مش كتير معروف لبلبنان ومش مألوف، فهذا الفن برا مقدر أكتر بكتير من هون. يعني أنا عمي شارك بمعارض بباريس وشارك بمعارض برا، وقريبا رح يفوت اسمه على الانسيكلوبيديا العالمية للفن. ميزان العدل، قلم الحرية، محراث الحق، اللي ما تعب يجسدهم بشكل أو بآخر بمختلف أعماله لم يسعفوه، وأكثر من 400 قطعة فنية بيرفض بولس اليوم بيعها، عرضها، إعارتها أو حتى أي شيء آخر، يمكن لأنه بخاف ما تتقدر أو ما تاخد حقها، لكني رح أقول أنه بخاف عليها من الضياع وعيون الغرباء، فهي مثلها مثل أولاده. هذا مش حال الحرية، هذا العدل. يا هل ترى في عدل؟ منتابع حلقتنا لننتقل إلى وزارة السياحة ووقائع إطلاق برنامج مهرجانات طرابلس الدولية. فالمدينة نفضت غبار معارك السنوات الماضية لتبقى صورة للحياة والعيش الواحد. تفاصيل أكثر عن المؤتمر بهالتقرير. طرابلس اللي شهدت بالفترات الماضية جولات واشتباكات ومعارك ألبست أهلها الثوب الأسود، قد وضعت اليوم على خارطة المهرجانات الدولية، فأطلق من خلال مؤتمر صحفي بوزارة السياحة برنامج مهرجان طرابلس الدولي 2016 لينظم من قبل جمعية طرابلس حياة. مش أول مرة بيصير في مهرجانات بطرابلس، عادة كان يصير في مهرجانات بس للأسف ما كانت تصير مهرجانات على مستوى مرتب. نحن اليوم كجمعية طرابلس حياة قررنا أنه نفوت دغري كبار، يعني نعمل دغري مهرجان يليق بأهالي طرابلس. احنا مصورينا وكأنه شي كندهار او كأنه شي مدينة خارج التاريخ، وهي من احلى مدن، هي تاني اكبر مدينة بلبنان. طرابلس بتستاهل منا كل خير. هذا المهرجان حيكون اول مهرجان على هذا المستوى الدولي، بس ان شاء الله مش حيكون الاخير، وهذا المهرجان حيقعد من اول سنة بالصف الامامي مع كل المهرجانات حيصيروا بالبلد. حط الشمس تفيج بينك، بحق لك وطنك دينك، لو هالدنيا سألت مينك قلن انك بطل السلم وبطل الحرب، همزة وصل الشرق الغرب، تضل تحب وتنحب يكفي انك.
معك لبنان. هالمهرجان رح يكون مسك ختام مهرجانات صيف لبنان 2016 وبيتزامن مع عيد الأضحى المبارك ورح يمتد على 3 أيام 12 أيلول مع سوبر ستار راغب علامة، 14 أيلول مع فارس الغناء عاصي الحلاني، أما 16 أيلول مع القيصر كاظم الساهر، وذلك بمعرض رشيد كرامي الدولي. طرابلس ربما كان هيك على صعيد الإعلام العالمي كان عنوان لبعض المشاكل، فاليوم مع نجاح الخطة الأمنية صار في حركة متجددة عند المجتمع المدني لا يعني مثل ما سموه طرابلس، لا يكون في طرابلس الحياة، طرابلس الحضارة. طلعت صوت رصاص أو صوت فرقعة، بتلاقي العالم كله مهتم، نزلوا بعتوا ريبورترية ونزلوا يشوفوا شو عم بيصير بطرابلس. الجانب الإنساني، الجانب الاجتماعي، الثقافي، الترفيه، الرياضي اللي عم تشوفه مدينة طرابلس ما حدا عم يتابعه. هيدا اللي نحن بنتمنى من كل وسائل الإعلام، وهيدا نداء خاص من الجمعية لحتى يواكبونا ويتابعوا هالشي ويشوفوه من خلال الوجه الحضاري الحقيقي لطرابلس مش الوجه الثاني.